من كان يعتقد أن سعار الحوثي بحق المحتفلين بثورة 26 من سبتمبر سيتجاوز الشباب وينال من الأطفال. أطفال ترونهم هنا لا تتجاوز أعمارهم السادسة ربما. ترون على ملامحهم الخوف والرعب واضح في أعينهم. مع أننا أصبحنا في 29 من سبتمبر إلا أن حالة الطوارئ الحوثية هذه لم تنتهي، ومظاهر الانتهاكات بحق المحتفلين بذكرى ثورة 26 من سبتمبر ما زالت تتكشف. اعتقال تعسفي وإخفاء قسري واعتداء جسدي وكذلك لفظي ومداهمات واقتحامات للمنازل. المنظمة الحقوقية رايتس رادار أصدرت تقريرا قالت فيه أن الحملات الحوثية طالت أكثر من 428 يمنيا في 10 محافظات بينهم 16 طفلا وامرأة واحدة، ومحافظة إبن نالت نصيب الأسد من هذه الانتهاكات بمعدل 179 حالة. أيضا العاصمة صنعاء 109 حالات و56 حالة في ذمار و37 حالة في الحديدة، ثم تتدرج الأرقام على بقية المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية. إلى جانب الأطفال الثلاثة الذين رأيتموهم في البداية، هناك أيضا هؤلاء الأطفال الستة الذين ترونهم أمامكم في الشاشة من محافظة إب، وكذلك أطفال آخرون في إب في وصاب بذمار. وهناك فيديو متداول للرجل يحكي الأسباب التي تم اختطاف الأطفال على إثرها مثل رفع العلم أو هتاف بالروح بالدم نفديك يا يمن. نتابع. ما هي الجريمة اللي ارتكبوها؟ ارتكبوا أنه واحد اطلق طلقتين نار، أنا سمعتها كذا، عادهم طلع الموقع حق البيت حقه، طلع فوقه قليل اسمه رماد وجاز، ولا على طول طلقته هو ابنه، والاخر اطلق طلقتين نار على اساس انه بالمناسبه يوم احتفال 26 سبتمبر، واحد اطلق ثلاث طلقات، واحد حمل علم، واحد. هل بهذه دوله؟ هذه مؤسسه دوله؟ هذه مؤسسه سقط مجموعه حثالات يتحكموا بمقدرات الناس بابناء الناس باطفال الناس على اساس انهم يبداوا يبتزوهم ويبداوا يطلبوا منهم ضمانات. المضحك الى انه العديد منهم يقولوا الى انه هذول يحالوا على دوره يعني ثقافية، ويعني ثقفوهم مقادرين انكم انتم تمسحوا من الناس ذاكرة 26 سبتمبر. هذا كلام لا يمكن مطلقا يقبل عقل ولا منطق على الاطلاق. يعلموا ثورة 26 سبتمبر انها مغروسة في قلب كل مواطن، في ذاكرة كل مواطن. هذه الأفعال وجهت بانتقادات من الموالين للحوثي مثل سلطان السامي الذي نشر حساب مكتبه الإعلامي على منصة إكس حيث يقول: المدسوسين والأغبياء وأعداء الثورة السبتمبرية يعتقلون الأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الذكرى العظيمة، وطلب من وزير داخلية الحوثيين الأمر بإطلاق سراحهم. وهناك الكثير من المنشورات وكذلك التعليقات تفاعلا مع اعتقال الأطفال، نستعرض منها على منصة إكس عبد الباسط القاعد يقول: مهما حاولت ميليشيا الحوثي التغطية على حجم الرعب الذي أصابها باحتفال اليمنيين بثورة 26 من سبتمبر، تفضحها جرائمها بحق المحتفين بما في ذلك اعتقال الأطفال الذين توشحوا العلم. على فيسبوك أيضا يقول عبد الغني السبئي يعلق: عظيم ما يفعلونه، أنهم يعززون الناشئة السوية لجيل المستقبل ويعجلون بزوالهم من حيث لا يشعرون. أيضا على فيسبوك إبراهيم الوصابي ينشر يقول: ما في قانون بالعالم ينص على احتجاز القصر، وبين أهليهم ساكتين على هذا الأمر حرام. أيضا زكريا كرش ينشر على فيسبوك يقول: لا عذر ولا مبرر ولا حق يعطيك أن تقوم بخطف أطفال واعتقالهم لمدة ساعتين، والسبب رفع علم احتفاء بعيد وطني، لكن لا غرابة كل هذا وارد في ظل حكم الميليشيا المسلحة. مشاهدينا الكرام، كل هذا القمع الذي تمارسه الميليشيا الحوثية على كل من يهتف أو يدعو حتى للاحتفال بذكرى ثورة 26 من سبتمبر لا يبرره شيء سوى أن الميليشيا تعيش حالة خوف ورعب من أن يشعل هؤلاء الشباب والأطفال ثورة تجتثهم. تخرجهم ليس للاحتفال فقط، إنما هو تعبير عن حجم المعاناة، معاناة 10 سنوات عاشها هؤلاء من انقطاع للرواتب وكذلك انتهاكات واختطافات واعتقالات وفرض إتاوات وغيرها كثير.